دون أن تفصل في أمره حتى يتفوه بكل ما عنده. إنه حقا رجل فصيح. سجل كل ما ينطق به بدقة. هكذا يأمر الفرعون. وفي هذه الأثناء زوده بالطعام والعون، وليرسل خادم إلى قريته ليرى ما إذا كانت أسرته تعاني من الحاجة خلال هذه الفترة. تفضل لتدلي بحديثك هذا إلى الفرعون. إله الوجهين، الرب العظيم، ابن الشمس، حاكم التيجان، الخالد المخلد، أيها الوالي العظيم، أنت رع رب السماء في صحبة حاشيتك. كل عون للإنسان هو منك، فأنت كالفيضان الغامر، أنت النيل الذي يكسب الحقول خضرة ويخصب الأراضي القاحلة. اقضي على السارق، احمي التعيس، لا تكن كالسيل يجرف من يشكو. احذر، فإن الحياة الآخرة تدنو، واعمل بالمثل الذي يقول: إقامة العدل كالتنفس. هل يخطئ الميزان؟ هل يميل ذراعه إلى جانب؟ لا تخادع لأنك مسؤول، لا تستهن بأمر لأنك متزن، لا تخادع لأنك الميزان، لا تحيد لأنك الحق. انظر، فأنت حامل الموازين، إذا انحرفت انحرفت أنت. لسانك مثقال الميزان، وقلبك ثقله، وشفتاك ذراعه. لقد عينت لكي تسمع الشكاوى وتفصل بين خصمين وتكبح جماح السارق، ولكنك تنحاز إلى جانبه. الناس يحبوك ولكنك معتدل. لقد نصبت لتكون سدا للفقراء ينقذهم من الغرق، ولكن انظر، لقد أصبحت أنت الطوفان.